وبعد ما خلصوا الموسم الثالث على سجن مارسيلا والتفكير في تدمير اوفيشور، بيبدا الموسم الرابع بدعوه اهل شيل لزياره اوفيشور علشان يتفاوضوا على السلام وتسليم الاسرى اللي هم مارسيلا والجنود بتوعها. فبتجمع ميشيل الفريق بتاعها علشان يشوفوا هيوافقوا على العرض ده ولا لا، وبيقرروا انهم يسافروا فعلا بس عشان يقدروا يدمروا اوفيشور ويبقى هم اللي جابوه لنفسهم، لانهم في الاول ما كانوش عارفين هيدخلوها ازاي، بس العرض ده سهل عليهم كتير قوي. والخطه بتكون انهم هيدمروا سيستم التكنولوجيا اللي عندهم، وعشان يدمروا السيستم ده بيحتاجوا مولد كهرباء متكون من جزئين، جزء كبير وهو ده الاساسي وجزء صغير اللي هو البطاريه، واللي بيقدر ماركو يربطها في رجله ومحدش هيكتشفها طبعا هناك لان رجله صناعيه، وبكده اتحلت مشكله البطاريه. لكن الجزء الكبير ده هينقلوه ازاي؟ فبيضطروا يقسموا نفسهم مجموعتين، مجموعه تسافر مع ماركو ومجموعه تستنى في شيل عشان تنقل الجزء الكبير، وده هيتم عن طريق ثلاجه التسجيل في انلاند اللي بتسافر كل يوم لاوفيشر عشان تتصلح. ولما بقى يسافروا هناك ويوصلوا الجزئين ببعض هيحصل ذبذبه كهرومغناطيسيه تدمر كل التكنولوجيا اللي عندهم، وبالطريقه دي هتكون اوفيشور زي انلاند. المهم بيحددوا مين اللي هيسافروا، وهم رافائيل وماركو وناتاليا وجوانا واليسا، وبيبقوا اللي قاعدين في شيل هم شافير وميشيل وجلوريا. بس جلوريا بتقول لهم ان هي مش عايزه تدمر اوفيشور، وبتوافقها اليسا على الكلام ده، لكن محدش بيسمع لهم وبيبداوا في تنفيذ الخطه بتاعتهم. وتاني يوم لما بيوصلوا اوفيشور بيدوهم سلاسل هديه، وبيستقبلهم اندري اللي بيعرض عليهم صفقه سلام، فبيقولوا له توعدنا الاول انكم هتلغوا العمليه خالص، لكنه بيرفض وبيعرض عليهم يفكروا شويه وبيسيبهم وبيمشي، وبيقدم لهم هناك بيت ولبس وكل ما تشتهيه العين، وبيبان جدا على رافائيل القلق من وجود اي حاجه بتصورهم، وبيبقى طول الوقت مش مطمن وبيدور في كل مكان على الكاميرات. اما جوانا فبتفتكر ذكريات طفولتها وان اسمها الحقيقي لوانا، ومن ساعه ما اخذت السلسله من فيرونيكا وهي شايفه انها مامتها. طب ازاي يا بنتي، ده احنا من اول موسم وعارفين انك ملكيش اهل، بس اهو اللي حصل بقى. المهم في شيل بياخد شفير الجزء الكبير عشان يحطه في التلاجة، وبيقول لميشيل ان هو خايف جدا لان اكيد في حراس كتير هناك، فبتطمنه ميشيل وبتروح تكمل شغلها. وبتجيلها مارسيلا وبتقول لها هي ليه ما راحتش اوفيشور معاهم، فبتفهم ميشيل ان في حد قال لها على الدعوه اللي جات لهم، ومش بعيد كمان يكون قال لها على الخطه، وبتشك في جلوريا. بس جلوريا بتنكر ده وبتفهمها انها مش واثقه فيها من ساعه ما اقتحمت شيل. وبالليل بيروح شفير ينفذ مهمته، وبتروح جلوريا معاه عشان ما يبقاش لوحده، وبتشوف هناك ابو فرناندو مع الامن، وبتبقى عاوزه تعرف ايه اللي بينهم بالظبط. لكن شفير بيستغل انشغال الامن وبيسيبها وبيروح يحط المولد في التلاجة، بس في حد بيرمي طوبه والامن بيجيله وما بيعرفش ينفذ مهمته، وبتقول له جلوريا ان الاطفال هم اللي رموا الطوبه دي، بس هو بيبقى شاكك فيها ومش مصدقها. اما في اوفيشور فاليسا بتضطر تعور ناتاليا علشان يدخلوا المستشفى اللي فيها التلاجة، لكنهم بيلاقوها فاضيه وبيجي لهم الامن عشان هم ممنوع يروحوا هناك. اما رافائيل وماركو فبيشغلوا دينيس بالكلام عقبال ما تخلص البنات مهمتهم. وفي الوقت ده بتحاول جوانا تعرف عيله فيرونيكا، بس بتدخل عليها فيرونيكا ذات نفسها وبتوديها للمجلس، وبيقولوا لها هناك على اللي عمله اندري معاهم. اما بقى في انلاند ابو فرناندو بيوري للناس الفيديو اللي الامن ادهوله، وبتشوفوا ميشيل اللي بتبقى موجوده هناك عشان تلاقي طريقه تدخل بيها مولد، لكن بتتصدم لما تلاقي اندري بيعلن في الفيديو عن بدء العمليه من النهارده. ومش بس كده، ده كمان مصور جوانا واللي معاها وهم في اوفيشور، وبيوريهم للناس على اساس ان شيل بتدعمهم وانهم زي السمن على العسل مع بعض، وبيطلع هو اللي بيخدعهم مش هم اللي بيخدعوه. وبتفهم ميشيل ان مفيش طريقه تدخل بيها المولد غير ان شفير يقدم في العمليه، وبيبقى سهل عليه جدا انه يدخل، خصوصا بعد ما اعلن اندري ان التقديم مفتوح للكل حتى للي شالوا جهاز التسجيل من ودانهم لان هو مسامحهم. بس بيفكرها شفير انه من عيله عمرها ما كسبت ولا حتى عدت من مرحله الاسئله، لكنها بتطمنه وبتقول له ان هي واثقه فيه. وبعد ما بيقدم بتبدا تدربه على العمليه مع جلوريا علشان ما يخسرش زي عيلته، ويظهر كده ان التدريب بيجيب نتيجه وبيبقى شفير اول واحد في عيلته يعدي من المقابله. اما الاختبار الاول فبيصممه اندري على انه يكهرب المتسابقين، ورغم انه اصعب اختبار في تاريخ العمليات كلها الا ان شفير بيقدر ينجح فيه. بركاتك يا ست ميشيل. وفي اوفيشور بقى بتعرف جوانا ان اندري حابس معظم المجلس في مركز العلاج، وان لو حد فيهم حاول يهرب بيتشل من الجهاز اللي في ودانه، فبيطلبوا مساعدتها في تعطيل النظام هناك علشان جوانا واللي معاها شايلين الجهاز بتاعهم، فبتوافق جوانا بس على شرط وهو انهم يلغوا العمليه وما يعملوهاش تاني، وبتسيبهم يفكروا وبتروح تعرض الموضوع على الباقي، وبيفتكروا انهم مش هيوافقوا على وقف العمليه، لكن فيرونيكا بتيجي وتبلغهم انهم موافقين على شرطهم، بس رافائيل بيرفض الصفقه دي وبينبههم انه ممكن يتقبض عليهم سواء فشلوا او نجحوا، لان اصلا مفيش اي ضمان على كلام المجلس. فجوانا بتقول له ان هي واثقه قوي في فيرونيكا، طبعا الثقه دي عشان هي فاكره ان هي مامتها وشكلها كده هتوديهم في داهيه. المهم رافائيل بيسيبهم وبيروحوا هم يهربوا المساجين، لكن بيتضرب عليهم نار وبيبقوا على وشك ان هم يموتوا، بس رافائيل بيلحقهم في اخر لحظه
بعد ما بياخد خاتم دخول كل الاماكن بتاع كاسيا، وبعد ما بيسترد المجلس مكانته، فيرونيكا بتقول لجوانا انها مش بنتها. اما ميشيل فبتروح للعمليه علشان تنفذ خطتها من غير ما تقول لجلوريا، بس جلوريا بتشوفها وهي خارجه وبتتضايق جدا ان هي مش واثقه فيها، فبتروح لمارسيلا اللي بتقول لها لو ساعدتيني هيبقى ليكي مكان في اوفيشور. فبتقول لها تمام مفيش مشاكل، ولكن انا عايزه مكانين مش مكان واحد. فمارسيلا بتفهم ان هي عايزه مكان لماركو وبتوافق. وبعد ما جلوريا بتهرب مارسيلا بتحرق شيل علشان تضمن مكان ليها في اوفيشور هي وابنها، هي وابنها ما هي طلعت حامل. ولكن بعد كل اللي عملته ده مارسيلا بتقول لها ان ابنها زيه زي الباقي، هيستنى في انلاند لغايه ما يبقى 20 سنه، وينجح في العمليه يا ما ينجحش. هو حفيدها، ولكن مش احسن من ابنها ماركو اللي سابته في انلاند. وهنا بتفهم جلوريا انها وقعت في الفخ. اما ميشيل فبتستنى شيفير عشان يعديها وبيقوم بمهمته على اكمل وجه، وبتنجح ان هي تحط المولد في الثلاجه وبترجع من مكان ما جت. بس جلوريا بتبلغ عنها لاندري، فبيعلن عن فوز المجموعه اللي هتقبض على ميشيل وبتكون هي اللي اختبار التاني. ولما شيفير ومجموعته بيمسكوها بيبقوا عاوزين يقتلوها قبل ما يسلموها لاندري، بس شيفير بيقول لهم لا معلش هم اخوات ويتصفوا مع بعض. بعدها مارسيلا بتيجي لاندري وبتقول له على المولد اللي موجود في الثلاجه، فبيفهمها ان الثلاجه خلاص وصلت اوفيشور، وبيتصل بيهم هناك وبيلاقي المجلس هو اللي بيرد عليه، فبيفهم كل اللي حصل، بس بيقول لهم على الجوانا ناويه تعمله، وبيخيرهم ما بين حاجتين، يا يبقوا معاه ويحموا اوفيشور من الدمار، او يستنوا جنب جوانا ويدمروا اوفيشور. وطبعا المجلس بيختار اوفيشور وبيحاولوا يقبضوا عليهم، لكن رافائيل بيطلع اذكى منهم وبياخد الجهاز اللي بيشلهم وبيشغله ويهربوا. وبنكتشف ان ميشيل قايله لهم على مكان الثلاث مؤسسين، فبيروحوا ويغيروا كلمه السر، وبيحط رافائيل الجهاز اللي بيشلهم على الباب، وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه في الاول، بس بيفتكروا غواصه المؤسسين اللي لسه شغاله لكنها بتكون محتاجه بس بطاريه، ودي طبعا مع ماركو فريجلو من ساعه ما سابوا شيل، فبيفرحوا جدا لانهم هيقدروا يهربوا على شيل اخيرا، بس للاسف ما بيبقوش عارفين ان هي اتحرقت. بعدها جوانا بيجي لها فكره عبقريه، وهي انهم يستخدموا مولد الغواصه والبطاريه اللي معاهم ويدمروا اوفيشور زي ما كانوا عاوزين في الاول، بس ناتاليا بترفض عشان هيقتلوهم لو ده تم. واثناء ما بيحاولوا يقنعوها بالفكره بتفكر ماركو بابنه وبتقول له انت هتسيبه لمين، وفي وسط كل ده بتتصل بيهم مارسيلا وبتقول لهم ثواني وهاجي اقبض عليكم. طبعا ما بيكونوش فاهمين هي خرجت من شيل ازاي، فبيجيبوا فيديو لشيل وبيشوفوا ان هي محروقه كلها، فبيقرروا ساعتها بانه خلاص ما دام هم حرقوا بلدنا يبقى هنعمل نفس الحاجه معاهم، وبيروحوا يركبوا المولد وبيشغلوا الغواصه وبيخلوها تروح في نص اوفيشور عشان يضمنوا ان هي هتتدمر كلها. وفي نفس الوقت بيحاول المجلس يدخل لهم وما بيعرفوش يفتحوا كلمه السر، فبيقتحموا المكان بالليزر بس الجهاز بيعطلهم شويه، لكن فيرونيكا بتقدر تدمره وبيروحوا يقبضوا عليهم. ومارسيلا بتبقى موجوده في وسط اوفيشور وبتحاول تعمل اي حاجه عشان توقف الغواصه، لكنها بتفشل وبتتقطع الانوار وكل التكنولوجيا اللي شغاله بتطفي وبتقع. وبيحاول المجلس يتصل بمارسيلا او اندري، بس جوانا بتتريق عليهم لانه خلاص مفيش اي اتصالات هتتم، فبيربطوهم عشان يحبسوهم، بس ماركو ما بيبقاش عارف يمشي من غير عصايته، فبيضطروا ان هم يفكوه، وبحركه سريعه منه بيمسك واحد منهم وبيهددهم ان هو هيقتله، وبيهرب على بيت جده اللي بيستهزئ بيه اول ما بيشوفه، بيفهمه انه مش بطل ولا حاجه عشان دمر اوفيشور، وانه لو عايز يقتله عادي يتفضل. وبعدها بكل هدوء بيعزمه على الغداء، غريب والله جده ده. المهم مارسيلا فبتقعد تخطف في الناس وبتديهم امل ان هم هيصلحوا كل حاجه، بس فجاه بيحصل انفجار ويعمل تسريب اشعاعي، وبيبقى ساعتها لازم يمشوا من اوفيشور عشان ما يتاثروش بالاشعاع ده ويموتوا. فبتجري على ابوها وابنها اللي بتلاقيهم قاعدين بياكلوا ولا هاممهم اشعاع ولا غيره، فبتتحايل عليهم ان هم يمشوا معاها، لكنهم بيرفضوا وبتمشي هي في الغواصات اللي بعتها جنود اندري من غير ما يقولوا له، وبيموت ماركو من تاثير الاشعاع وبتخلص حكايته. اما اندري فبيتوتر لما ما بيلاقيش اي اتصال من اوفيشور، فبيفهم ساعتها ان هي اتدمرت، لكنه ما بيرضاش يصدق وبيخلي المتسابقين يكملوا في الاختبارات عادي، وبيودي ميشيل تتفرج على شيل وهي محروقه، وبعدها بيحبسها مع زعيم القضيه اللي كان قايل لها ان اخوها مات، على ما اعتقد انكم فاكرينه اكيد. المهم بتوصل الغواصات، بس اندري بيرفض يطلعهم وبيقرر يحبسهم فيها، فبتخرج مارسيلا علشان تتفاوض معاه، لكن الامور بتوصل ما بينهم للضرب، وفي الاخر بيحبسها مع ميشيل واللي اول ما بتشوفها هاتك يا ضرب. وبنيجي بقى لجوانا وزمايلها اللي بيودوهم لاندري وبيفهموا انه كل حاجه خلصت خلاص وانه لازم يستسلم، لكنه بيروح يجيب ميشيل وبيفرجها على الاختبار الاخير واللي هو قتل جوانا وزمايلها بدوسه زرار واحده من المتسابقين اللي بيبقوا لسه فاهمين ان اوفيشور موجوده وزي الفل. وبعد ضغط كبير وتفكير كتير قوي بيقرروا انهم يدوسوا كلهم على الزرار، وشيفير كمان معاهم، وبيهنيهم اندري انهم بقوا من اهل اوفيشور، بس شيفير بيبان عليه انه متضايق وحزين قوي على موتهم. المهم بيروح ينقلهم وبيساعدوا صاحبه علشان يدفنوهم، بس بتحصل حاجه غريبه جدا لان رافائيل بيصحى وبيروح لصاحب شيفير عشان يقتله، بس شيفير بيحاول يمنعه
بتمنعه. وفي الوقت ده جلوريا بتروح لميشيل وبتطمنها ان محدش مات وان كلهم عايشين، وبنعرف ان جلوريا غيرت نسبة الكهرباء اللي تموتهم لنسبة تخليهم يغمى عليهم بس، وبتعرف ده لشيفير. وبيروحوا يهربوا كلهم، بس ميشيل بتستنى علشان تبلغ اهل ايلاند باللي حصل، لانهم مش هيصدقوا الا لما حد من العملية يقول لهم بنفسه. وبتروح ميشيل لأوضة الاتصال، لكن اندري بيقابلها وبيقول لها انت مش هتقدري تقتليني، وما بيلحقش يا عيني يكمل الجملة وبيلاقي في كتفه رصاصة منها. وبتسيبه وبتروح تتصل بالناس وتقول لهم على تدمير اوفشور، وبتكسر تمثال المؤسسين. ولما بتبقى خلاص هتخرج بيطعنها اخوها وبتموت ميشيل بعد ما حققت هدفها. ولما بيرجعوا بقى اهل اوفشور لإنلاند بتقوم حرب ما بينهم بسبب الكره المتبادل، وبيبقى اندري لسه عايش في دور الحاكم، وبيقرر شيفير هنا انه ينتقم ويقتل اندري. اما جوانا وناتاليا فبيروحوا ورا الزعيم علشان يعرفوا منه حقيقه بنت المؤسسين، وهل هي فعلا اللي اسست القضيه ولا لا. لكنه بيقول لهم حاجه غريبه قوي، وهي انها في مره جات لها امها تاخدها اوفشور علشان تشوف ابوها اللي بيكون تعبان، وبيكون معاها رساله ليها، والرساله دي بيكون فيها الحل اللي ممكن يوقف العمليه والقضيه ويخليهم يعيشوا كلهم في سلام. لكنها بترفض تشوفها وما بتسمعش حتى كلام امها وبتمشي، وان لما امها بتجري وراها عشان تحاول تلحقها بتتقتل. وبترفض بعدها برضو ان هي تشوف الرساله وبتقول لهم يدفنوها معاها. وهنا بتقرر ناتاليا تدور على الرساله دي يمكن يكون فيها الحل فعلا، وبيروح رفع اللوم ويطمن عليها وبيوعدها انه هيجيب لها اولادها اللي اتطوعوا في الحرب. وفي الوقت ده بتودع مارسيلا حفيدها عشان الحرب اللي هتقوم ما بين شعب ايلاند واوفشور. وفي اللحظه اللي قبل الهجوم بتيجي جوانا وتعرض عليهم رساله المؤسسين، واللي بتبقى عباره عن اختبار لست اشخاص بيرشحوا نفسهم، وبيكون في اشكال مختلفه بالوان مختلفه، وكل اللي عليهم انهم يخمنوا الشخص اللي قدامهم معاه شكل ايه ولون ايه، واللي بيخسر منهم بيطلع بره، اما اللي بيفوز فهو اللي هيحكم ايلاند. فبتترشح جوانا وشيفير وفرونيكا ومارسيلا ورافائيل واندري، وبيبدا الاختبار وبيخسروا كلهم، وبتبقى المنافسه بين جوانا واندري. وبتقول جوانا لكل انها لو كسبت هيتجمعوا في العمليه وكل القرارات هتتاخد بالتصويت، اما اندري فبيقول لهم ان هو هيعمل العمليه من تاني ومفيش اي حاجه هتتغير. وبتخمن جوانا الشكل واللون الصح، بس قبل ما تظهر النتيجه اندري بيدي اشاره الجندي معاه يضرب نار على الجهاز وبيتدمر. فالناس بتهيج، وابو فرناندو بيقول لهم ان الرساله دي اوانطه، وان اندري هو الحاكم الحقيقي ولازم يعمروا اوفشور من تاني ويصلحوها. بس جلوريا ما بتقدرش تسكت على الكلام ده، وبتطلع تقول لهم ان جوانا هي الصح، وانه لازم كلهم يتعاونوا ويتجمعوا بكره في العمليه. لكن الكلام ما بيبقاش على هواهم وبيهجموا على جلوريا، بس الحمد لله بتقدر تهرب منهم. وبالليل بتكون جوانا ورافائيل مستنيين الحرب تبدا، بس الغريبه ان مفيش حرب بدات. وبيصحى رافائيل تاني يوم وبيلاقي كل الناس رايحه على العمليه، اما اندري فما بيقبلش الهزيمه وبيروح اوفشور وبيتخيل جنبه ميشيل وبيموت. وفي العمليه الناس كلها بتتجمع اخيرا عشان يكونوا ايد واحده ويفكروا مع بعض في حل ويعيشوا كلهم من غير اي تفرقه. بس للاسف هنا بيخلص المسلسل. ما تنساش بقى لو عجبك اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في مسلسلات تانية جديده. سلام.